السلام عليكم. اللهم انفعنا بعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا يا ربي علما إلى علمنا. الدرس رقم 17، تقديم الأعداد من 21 إلى 50. للأولى ابتدائي، الحصة الثانية. إذن في التمرين سوف نحدد سابقة ولاحق عدد معين. إذن سابقة ولاحق عدد معين، مثلا العدد 24، ما هو العدد الذي يسبقه؟ إذن الذي يسبقه هو 23، وما هو العدد الذي يليه 25؟ فنقرأ 23، 24، 25. إذن نفس الطريقة سوف نبحث عن سابقي ولاحقي هذه الأعداد. لدينا 49، 31، ثم 40، ثم 27. إذن نبدأ ب 49، ما هو العدد الذي يسبقه؟ إذن 48، والعدد الذي يليه 50. فنقرأ 48، 49، 50. إذن لدينا العدد 31، ما هو العدد الذي يسبقه؟ يسبقه العدد 30. ما هو العدد الذي يليه؟ يليه العدد 32. فنقرأ 30، 31، 32. ثم لدينا 40، 40 العدد الذي يسبقه هو 39، والعدد الذي يليه هو 41. فنقرأ 39، 40، 41. ثم أخيرا 27، العدد الذي يسبقه هو 26، والعدد الذي يليه هو 28. فنقرأ 26، 27، 28. تمرين رقم 3، أكتب الأعداد المناسبة في البطاقات ثم أكمل التفكيك. إذن هنا لدينا شريط عددي يبدأ من 20 إلى 50، إذن ولدينا هنا بطاقة، هنا يجب أن نملأها بالأعداد المناسبة. ثم في الأسفل لدينا تفكيك كل عدد، مثلا هنا لدينا 25، تفكيك هذا العدد هو 20 زائد 5. ثم لدينا هنا العدد، إذن 30 زائد كم، ثم العدد هنا كم زائد كم، ثم العدد هنا كم زائد كم، كذلك هذا ثم هذا. إذن لكي نجد العدد بالبطاقة نأتي إلى هنا ثم نحسب 20، 21، 22، 23، 24، 25. إذن لدينا هنا 25، ثم نتابع إلى أن نجد البطاقات، عدد الأعداد لكل بطاقة، ثم تفكيك الأعداد لكل بطاقة. تمرين رقم 4، ألاحظ وأكمل. إذن هنا لدينا عددان فقط، هنا العدد الأول ثم هنا العدد الثاني. إذن نبدأ بهذا العدد، لدينا على المعداد رقم الوحدات، لدينا قرصان، إذن نكتب هنا الرقم المناسب. ثم لدينا في العشرات أربعة أقرص، إذن نكتب الرقم هنا للعشرات. ثم نأتي لجدول العد ثم نكتب رقم الوحدات ورقم العشرات، فنقرأ 42، 42. ثم نأتي للتفكيك، نكتب كم زائد كم، كم زائد كم. ثم ننطلق للعدد الثاني،
العدد الثاني نبدأه من هنا، لدينا 30 ولدينا 9، إذن 30 لدينا 9، 30 زائد 9. ثم نكتب رقم الوحدات ورقم العشرات لنفس العدد، ثم هنا نكتبه بالحروف. ثم لدينا المعداد، هنا نرسم الوحدات الأقراص التي تمثل الوحدات، فنكتب الرقم المناسب أسفله، ثم نرسم الأقراص بعمود العشرات، ثم نكتب رقم العشرات أسفله. تمرين رقم 5، ألون أرقام الأعداد حسب التوجيه. إذن هنا رقم الوحدات نلونه بالأحمر ورقم العشرات بالأخضر. إذن لدينا العدد 40، رقم الوحدات رقم العشرات، ثم لدينا 25، ثم لدينا 8، ثم لدينا 11، ثم لدينا 33. كل هذه الأعداد نلون رقم عشراته بالأخضر ورقم وحداته بالأحمر. تمرين رقم 6، أصل كل عدد بالذي يليه. لدينا هنا الأعداد 49، 19، 26، 39، وفي الأسفل لدينا أعداد أخرى 20، 50، 40، 27. مثلا 49، ما هو العدد الذي يليه؟ 50. 49، 50، وهكذا بالنسبة للأعداد الأخرى. تمرين رقم 7، ألاحظ الرموز ثم أكتب الأعداد المطلوبة بالأرقام والحروف. إذن لدينا هنا الرموز، مثلا هنا لدينا وردة برتقالية تعني 0، وردة خضراء تعني رقم 1، وردة حمراء تعني رقم 2، وردة زرقاء تعني رقم 3، المربع الأخضر يعني 4، المربع الأحمر يعني 5، المربع الأزرق يعني 6، القرص الأخضر 7، القرص الأحمر 8، ثم القرص الأزرق 9. إذن مثلا هنا لدينا هنا قرص أزرق، إذن القرص الأزرق تعني 9، إذن أكتب 9 هنا أسفله رقم 9. ثم لدينا المربع أخضر، إذن مربع أخضر ها هو، إذن مربع الأخضر يعني 4، إذن أكتبه هنا ثم أكتبه أسفله 4. ثم نقرأ العدد 49، فأكتبه هنا 49. إذن بنفس الطريقة أجيب على بقية الأعداد. تمرين رقم 8، ارتكبت عائشة أخطاء في كتابة الأعداد بالأرقام، أحددها وأصححها. إذن عائشة كتبت هذه الأرقام ولكنها أخطأت فيها. إذن نقرأ هنا 43، إذن هذه ليست 43، إذن نشطب على الرقم 0 وأعيد كتابة 43 هنا بالأرقام، بعدها 29، إذن هذا العدد ليس 29، إذن أشطب على الخطأ ثم أكتبه هنا بالأرقام، 50 وهذا العدد ليس 50، إذن أكتبه هنا، 37 وهذا العدد ليس 37، إذن أشطب على الخطأ ثم أعيد كتابة 37 هنا بالأرقام. تمرين رقم 9، أكمل ملء الجدول. إذن لدينا هنا جدول، إذن في الأعلى لدينا الأعداد 23، 50، 48، 39، 21،
ثم هنا لدينا رقم الوحدات، عدد الوحدات، رقم العشرات، عدد العشرات. إذا نبدأ، مثلا 23 رقم وحداته هو 3، وعدد وحدات عدد الوحدات هي 23. رقم العشرات هو 2، عدد العشرات 2. إذا بنفس الطريقة أكمل ملء الجدول للأعداد الأخرى. تمرين رقم 10، أصل. إذا في هذا التمرين هذا لدينا عددان فقط، هو العدد الأول الممثل بشريطان 2 و3 أقراص، ثم العدد الثاني ممثل بأربعة أشرطة وخمسة أقراص. إذا لدينا هنا البطاقة 45، أصلها بخط مع العدد المناسب. 23، أصلها مع العدد المناسب. 40+5، أصلها مع العدد المناسب. ثم هنا 45، أصلها مع العدد المناسب. ثم 20+3، مجموعها أصله مع العدد المناسب. ثم 23، كذلك أصله مع العدد المناسب.